لمزيد من التفاصيل عن هذا البيان ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية ناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله. دكتور، انطلاقا من البيان الذي أصدرته الهيئة عن مجزرة كربلاء التي ارتكبتها القوات الحكومية وميليشياتها، ما موقف الهيئة من المجزرة التي استهدفت المتظاهرين السلميين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحيي جميع المتظاهرين الذين يطالبون بحقوقهم على مدى الأيام الماضية، بل هي امتداد لمطالبات امتدت لسنوات عديدة طيلة مدة الاحتلال وحكوماته المتعاقبة. كذلك ندعو بالرحمة لهؤلاء الذين سقطوا في هذه الساحات وهم يطالبون بحقوقهم والشفاء العاجل للجرحى من هؤلاء المتظاهرين. هذه المجزرة التي وقعت بالأمس والتي وقعت أيضا كذلك اليوم ربما في ساحة التحرير، ومن قبلها المجازر القريبة التي ارتكبت في حق هؤلاء المتظاهرين، هي لا تختلف عن المجازر التي ارتكبتها هذه الحكومات وإخواتها من الحكومات الاحتلال السابقة بحق جميع العراقيين الذين كانوا يطالبون بحقوقهم ويدافعون عن أنفسهم ويستنكرون ضد هؤلاء المجرمين وهؤلاء الفاسدين ويستنكرون أو ينكرون هذا الإجرام وهذا الفساد الذي جاءت به أمريكا وأذناب أمريكا على العراق. دكتور، ما مدى ارتباط مجزرة كربلاء بالتهديدات السابقة التي وجهها قادة الميليشيات للمتظاهرين؟ نعم، يعني ليس لهذه الميليشيات ليس لها من قوة تستطيع أنه تواجه أو عفوا وسيلة آسف ليس لها من وسيلة تواجه فيها هؤلاء المتظاهرين إلا قضية التهديد والوعيد، ثم تنفيذ هذا التهديد والوعيد باستخدام العنف ضد أبناء الشعب العراقي الذين خرجوا سلما ضد هؤلاء وضد الفاسدين. وبالمناسبة هنا لابد أن نستذكر أن هذه الميليشيات قد باتت لا سيما في السنوات الأخيرة هي أكثر مظاهر الإجرام وأكثر أدوات هؤلاء الفاسدين في العملية السياسية. فلذلك نرى أن هؤلاء المتظاهرين اليوم قد وجهوا اتهاماتهم وأصابع الاتهام بشكل واضح وصريح وتشخيصا لهذه الحقائق، أن وراء هذا الإجرام وهذا الفساد وهذا الحال المتردي في العراق إنما تقف هذه الطغمة السياسية ومن ورائها هؤلاء الميليشيات التي تستقوي أيضا بإيران وأيضا تكون حماية لهؤلاء الفاسدين والتي مارست ضد أبناء الشعب العراقي وربما من نفس المحافظات التي يعيشون فيها مارست بحقهم أبشع أنواع الظلم والاضطهاد. نعم، في هذا السياق كيف يفسر الخطاب التحريضي للحكومة وميليشياتها واتهام المتظاهرين بوصفهم بأنهم أصحاب الفتنة؟ يعني ليس للحكومة هذه ولا لمثيلاتها من وسيلة تستطيع بها إصلاح الأمور أو تهدئة الشارع العراقي أو إقناع المتظاهرين اليوم بعودتهم إلى منازلهم إلا بهذا الخطاب، وهذا يعود لسببين رئيسيين. أولا، هي لا تريد إصلاح أي شيء مما هو فاسد ومما هو واقع بحق هؤلاء الناس، هي لا تريد أن تقدم للناس ولو جزءا من هذه الحقوق التي يطالبونها بها. هذا أمر. الأمر الآخر، هي استقوت طيلة السنوات الماضية على هؤلاء الناس، على أبناء شعبها، على السلميين منهم، استقوت عليهم بقوة الحديد والنار، وقد رأت من ورائها دعما دوليا ولا سيما قوة الاحتلال الأمريكي، رأت هذا الدعم أنه استمروا بهذا القمع ضد أبناء شعبكم ونحن من ورائكم، وكذلك رأت أن دول العالم أجمع قد أصبحت منقادة لأمريكا ولا نجد لهذه الدول أي استنكار ضد ما يرتكب ضد أبناء الشعب العراقي من انتهاكات متعددة. دكتور، إلى أي مدى تتطابق هذه السياسة التحريضية للحكومة مع السياسة الإيرانية في جزئية التعامل مع المتظاهرين؟ هي سياسة جزء من كل، والجميع يعرف أن الحكومة الحالية بجميع أدواتها هي جزء من هذه من دولة الاحتلال إيران، وهذه الميليشيات هي في غالبيتها نشأتها وتأسيسها
وتدريباتها وتمويلها وتخطيطها من إيران، وبقية الميليشيات تبع لذلك أقل وأقل، لكنها بالجملة هي كلها تبعا تأخذ مواردها وأوامرها كذلك من جارة السوء إيران. لذا هي تنفذ هذه السياسة في العراق بكل أنواعها، ومنها سياسة البطش ضد أبناء الشعب العراقي. الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني، كنتم معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.